والله شوف الشعر والله أننا نحب الشعر ولكن ما جدنا يعني فيه، ولكن نحفظ ونحفظ بعض طيب القصص ونحفظ بعض. نبغى شوف احنا وش أكثر شيء مشتهينا؟ مشتهينا عمار ضلتكم الجنوبية ولا الست ولا الست ولا تعطينا من الكلمات على الأرض الجنوبية اللي تحاول. أبشر بس بعد ما بنعطيكم ذا الحين قصة يمكن فيها فائدة للجميع ووجهك أبيض وللي يتابعنا. القصة يقولون فيه شاعر فقير كان يبغى يروح يعبي جرته من النهر، وفي الطريق قابل له 5 شعراء ولهم كاشخين ولابسين. قال لهم على وين رايحين؟ قالوا والله رايحين للملك. قال ليش؟ وكل واحد جرته معه. قال ليش؟ قالوا الملك يقول اللي يمدحني في بيت شعر أعبي له جرته ذهب. قال تدروا معكم. راح ويوم شافوه الوزراء والناس اللي تحت الملك قالوا ايش يبغى ذا؟ هذا فقير مش مجنون. فقال بيت شعر، لأن الملك سأله قال ايش جابك؟ قال فلما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. الله شبه الملك بالبحر، هو كان رايح للنهر شبهه بالبحر. قال من الأولى جرته ذهب. الله ما الأولى جرته ذهب وطلع. فلما رأيتهم فلما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. أوجه الله. المهم الله يبقيك، يبقاك الله مثل الدوسري ونعم خالي مشاري مكزود. طيب الله يعافيك الله يسلمك. طيب. الله يعافيك وش حالك؟ طيب الله يعافيك كيف الحال؟ شلونك؟ والله بخير يا بشر. طيب. الله يعافيك كيف الحال؟ الله يبقيك يطول عمرك. على ما قالوا هلا اسلم. قال سالم اسلم. قال سالم المهم طلع وجاوا الوزراء عند احنا في سالفه في قصه ما قد خذينا منها الا القليل. البيت الأول اللي هو يوم راح عند الملك قال فلما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. أعجب الملك بالبيت هذا قال من الأولى جرته ذهب. عشان البيت ذهب. طلع وجو الوزراء عنده اللي من أول يقولون إيش جاب هذا؟ هذا فقير هذا. قالوا أنت عطيت الفقير هذا المال هذا كله، هذا فقير ما يعرف قيمة المال. قال الملك هو ماله يفعل به ما يشاء. طلع الفقير ذا وقسم المال على جميع الفقراء اللي في المدينة. وصل الخبر عند الملك فناداه الملك قال أنا أعطيتك المال هذا لك أنت، ليش تروح تقسمه؟ قال يجود علينا، رد ببيت ثاني قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الله. فعجب الملك بالبيت للمرة الثانية قال من الأولى جرته 10 مرات ذهب. الله أكبر. قال قصيدة، قال طبعا القصيدة هذه والله أني ما أقولها يعني مفاخرة. الله يبقيك أبقاك الله. هذا أخوي كم يعرف على كذا. نعم يا أبو مشعل. نعم فيكم جميع. طيب الله يعافيك كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يعافيك وش حالك؟ أبقاك الله كيف الحال؟ حالك طيب. الله يعافيك وش حالك يا ابو مشعل؟ عساك طيب. الله يعافيك كيف الحال؟ الله يطول عمرك منوره والله بهالها. اسلم يا محمد. قال سالم فقال الابيات هذه واحد من الابيات انا والله اني حاطه في كل في الواتس وفي التويتر اللي هو اول بيت يقول يعني الناس للناس الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. الله سلامتكم. سلامت سلامت وجهك. كل بيت صح تبدأونكم كل بيت من القصيدة فيه 100 حكمة حاجات واجد يعني الناس للناس الدنيا تدور على الناس كلهم. والبيت الأخير يوم يقول قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتوا بعض الناس ميت ولكن ذكره ما زال حي. نعم والبعض حي لكن وجوده زي عدم. وسلامتكم.
في الاول وفي الاخير حبوب. الرجل هذا قال له بيت واحد رزق الله بجره. جره ذهب، وبيت ثاني رزق الله بعشر جره. مايك كيف؟ اقول هي في الاول والاخير حظوظ، هذا قال له بيت وجاه المره الاولى جره صح؟ صحيح. والمره الثانيه عشر جرات. صار. هذا كل رجال قال له اربع ابيات، ابراهيم ولا بعد جاء شيء الا الحين الله يرجع. بيجي الخير ما عليه. يقول لا تقول بر لندوكي. الله الله. لا تقول بر لندوكي. اول شيء الوعد ان شاء الله في الختام ان شاء الله. والله كلكم تتوعدون في الختام، والله يعطينا خير كلنا نتوعد من جهال.